أهلا بكم في سيكشن رقم 42 من كورس الرسم الهندسي وده هيبقى تاني فيديو أو تاني سيكشن من شابتر 6 وهو استنتاج الأيزومتريك من مسقطين هنا مديني المسقطين نفس الكلام إليفيجن وبلاد بس هنا إحنا زودنا شوية حاجات يعني زودنا إليبس في دايرة في إليفيجن وزودنا دايرة في البلاد تعالوا نشوف هنتعامل معاهم إزاي نفس الكلام هنبص على إليفيجن ونعدي فيه كام سطح هنا في ماليش دعوه بالخطوط الداش، انا بعد الظاهر بس. ادي اول سطح ده هقول ايه وده ثاني سطح اللي هو بي تمام؟ بعد كده اعد عايز اشوف ايه؟ عايز اشوف الخط الخطوط اللي هي ايه؟ اللي انا هعرف بيها الاجسام يعني السطح ايه؟ عرضه اهو من اول هنا لحد هنا، لو من اول هنا لحد هنا. فين الخط اللي بيناسبه تحت او فين الخط اللي قده تحت على بص كده البداية او من اول هنا من نهاية لحد هنا يبقى ده الخط ده اللي هو رقم واحد تمام والسطح بيه من اول هنا لحد هنا يعني اول هنا لحد هنا ايه اللي بيكافئه تحت اللي هو الخط من اول هنا لحد هنا يبقى ده خط رقم اتنين يبقى ده السطح ايه اللي هو بيكافئه رقم واحد يبقى ايه قبل B تمام يبقى هنا الواحد ايه والاتنين B طبعا ديت الحاجات ديت اه الارقام ديت والفكره ديت احنا قلناها في درس رقم واحد في استنتاج آه الايزومتريك من مسقطين فانت لو مش فاهم الحاجات ديت اكيد يعني انت لو ما اتفرجتش على اه درس واحد فترجع تتفرج على عشان تبقى فاهم انا بعمل ايه تمام يبقى كده عرفنا ان سطح ايه قبل السطح بيه. تعال ناخده ونرسمه السطح ايه اعمل ازاي هاخده هميله كده يعني هرسم هنا ده الاي هميله هنا كده آه الجسم ده هو لو قلنا مثلا آه نقطه البدايه اللي هي النقطه دي اللي هي نقطه اهي حط نقطة البداية اهي بعد كده اخد الخط ده هو افقي اقوم مايله بزاوية 30 يعني ده 32 طوله 32 اقوم عامل خط طوله 32 كده ومايل بزاوية ايه زاوية 30 اهو يبقى ده الخط ده يبقى الخط الافقي بميله هنا بزاويه 30 طيب الخط الراسي اللي هو ده اقوم طالع بكام 26 اقوم طالع بخط 26 لفوق اهو راسي هنا راسي رسمته راسي هنا افقي رسمته مايل بزاويه 30 طيب ده كمان اطلع بده كمان من هنا اهو اهو بكام ب 26 برده الخط ده اللي هو قد ده تمام بعد كده هقوم داخل المسافة دي المسافة دي قد ايه انا معايا ده كله من اول هنا لحد هنا اتنين وتلاتين اخدت الدايرة دي كده هو نص قطرها عشرة يعني الحتة دي عشرة والحتة دي عشرة يبقى كلها عشرين تمام عشرين او ممكن اقول ايه يعني المسافة من هنا لحد هنا خمستاشر الحتة دي عشرة يبقى الحتة دي خمسة اقوم داخل كده خمسة اهي تمام بعد كده دي خمسة وده كله عشرين يبقى خمسة وعشرين. فاضل الحتة ديت الحتة دي اللي هتبقى كام اتنين وتلاتين ناقص خمسة وعشرين. تبقى الحتة دي سبعة أقوم داخل من هنا كده عشان تبقى قدها مش الحتة كده أقوم داخل من هنا كده سبعة يبقى أنا كده رسمت إيه كده وده كده بعد كده هرسم من اهوت اللي هو ليه الدايره دي طب الدايره ديت في الايزومتريك كانت باينه لي ايه بتبان لي اليبس تمام يعني الدايره في 2 ديمنشن بتبان لي في 3 ديمنشن ايه اليبس طيب ارسمه ازاي الالبس ده هتقوم جاي المسافه انا عارف المسافه دي من هنا لهنا كام من هنا لهنا المسافه دي 20 اقوم جاي كده اعمل خط سنتر لاين اعمل خط سنتر لاين اهو تمام بعد كده اعمل سنتر لاين راسي انصفه الاول انا عارف 20 كله يبقى دي كلها عشر النص بتاعها عشر او معامل سنتر لاين كده او رأسي تمام بعد كده اعمل المعين بتاعي بس هنا انا عايز ايه عايز نص اعمل المعين كامل يعني هاجي هنا هو اخد دي كده عشرة ودي عشرة اطلع لفوق عشرة وانزل لتحت عشرة اللي هو ايه نص قطر إيه؟ الدايرة هو نص قطر اللي هو التوب بتاعي بعد كده هطلع لفوق هاخد ده كده خط وده كده خط كمل المعين بتاعي طبعا انتوا عارفين الحاجات دي بعد كده سبعة في تمانية من الزاويتين المنفرجتين الزاوية المنفرجة, المنفرجة والزاوية المنفرجة أعمل سبعة أهي وأعمل تمانية العكس أهي طبعا الحاجات دي كلها تشرح تمام بعد كده انا عايز اعمل ايه عايز اعمل الكوز ده كده اهو نص دايره دي طب عايز اجيب عايز اجيب الكيرف من هنا لهنا اقوم راكز هنا بالبرجل وفاتح المسافه دي كلها واجي اعمل ايه الكيرف ده كده اهو تمام بعد كده اقوم راكز في التقاطع ده وجايب الكيرف ده كده اهو اركز هنا وافتح لحد هنا او لحد هنا اهو واقوم عامل ايه؟ عامل الكيرف ده طيب اكمل باقي الالبس؟ لا خلاص مش لازم انت عايز بس الحته دي كده اهو تمام اقوم مسح الالبس مسح المعين بتاعي اهو وامسح ده كده اهو يبقى انا عملت ايه؟ عملت الالبس بتاعي عملت نص الالبس بتاعي طبعا انت عارف ايه عارف النقطة اللي انت عملت بيها ديت اللي انت عملت بيها القوس ده عامل ليها نقطة اهو النقطة بتاعته اهي تمام فاذا انت عامل خرمها بال بسن البرجل عشان لما تيجي تعمل القوس التاني بتاعها فايه تبقى عارف ان السنتر بتاعها ترحال السنتر بتاعها وهكذا السنتر ده تمام يبقى السطح ده هو اللي هو ايه الكنعدل اخدناه ميلناه بعد كده عايز اميل السطح ب عايز اميل السطح ب انا قلت السطح ايه الاول بعد كده السطح ب تاني حاجه طيب المسافه بينهم ايه المسافه بينهم هي المسافه بين الخطين واحد واتنين طب فين الخط واحد اهو والخط اتنين المسافه بينهم فين اللي هي المسافه دي يعني انا همشي المسافه دي اليمين الناحيه الثانيه بزاويه 30 بعد كده اعمل السطح ب طيب المسافه دي قد ايه انا معايا ده كله 28 عرض الجسم ده كله 28 وعرض الحته دي 18 يبقى دي ودي اللي هي كام الفرق ما بين 28 و 18 و 10 يعني دي 5 ودي 5 اقوم ماشي كده 5 ميل بقى زي 30 الناحيه الثانيه يعني دي كده اهوت 30 الناحيه الثانيه تمام بعد ال 5 ديت اقوم عامل السطح بي اللي هو السطح ده اهو انا قلت ماليش دعوه بالداش اول حاجه الخط ده كده اهو اللي هو طوله قد ايه بقى طوله انا معايا 6 وخمسين ناقص اتنين وتلاتين يبقى طوله كام؟ أربعة وعشرين أقوم جاي من هنا كده ماشي خط طوله أربعة وعشرين أهو بعد كده أطلع المسافة دي اللي هي تمانية رأسي المسافة دي أقوم المسافة رأسية أقوم طالع مسافة رأسية تمانية تمام بعد كده الخط التاني أهو الخط ده أهو طبعا الخط النقطة دي والنقطة دي الاتنين يبقوا خط على بعض ايه منطبقين او خط اهو تمام اقوم طالع من هنا الخط ده بنفس الطول ده اللي هو كام ستة وعشرين اقوم طالع من هنا كده ستة وعشرين اهو تمام تمام بعد كده اجي المسافة الصغيرة دي اللي هي تبقى كام اللي هي اللي هي المسافة ستة وخمسين ناقص خمستاشر طب انا عرفت منين اللي هي ناقص خمستاشر بص كده النقطة ديت اسقطها فين تحت انزل كده اهوت لقيتها الخط ده تمام يبقى النقطة دي اسقاطها الخط ده يبقى ستة وخمسين ناقص خمستاشر يبقى كام؟ يبقى واحد آه, واربعين تمام يبقى انا هاجي كده اهو واحد واربعين او واحد أو... آه, واربعين يبقى الحتة دي من اول هنا لحد هنا واحد واربعين انا خدت من هنا لحد هنا اهو اتنين وتلاتين يبقى الفرق الحتة دي كام؟ واحد واربعين ناقص اتنين آه, وتلاتين يبقى تسعة آه, تمام تبقى تسعة. آه, يبقى انا همشي كده اهوت كام تسعة هنزل كده تسعة اللي هي الخط ده هوت افقي فاذا ايه ميلته هنا بزاوية تلاتين تمام بعد كده اعمل الخط المايل ده اقوم مايله موصل ده بده تمام يبقى انا كده عملت ايه السطح ايه ميلته والسطح بيه ميلته بعد كده عايز امشي العرض عايز اعمل ايه الخطوط امد الخطوط بتاعتي اشوف كل نقطه هنا اهوت أو شوف كل نقطة وشوفها بتساوي ايه هنا تحت وأشوف اسقاطها تحت ايه وأقوم مده تمام تمام تعال شوف النقطة دي انا عايز تعال النقطة اللي تحت دي الاول النقطة واحدة واحدة النقطة دي اللي هي النقطة دي تخيل ده مش موجود والداش ده مش موجود بتعمل ايه يبقى يبقى اسقاطها الخط ده كله اللي هو كام 18 اقوم طالع من هنا خط كام 18 اهو تمام بعد كده النقطة دي تخيل ده قلت لك ده لكنه مش موجود وده الداش ده بتاعه ده مش موجود لان الداش ده اهو بتاع المجرى دي اكنه مش موجود يبقى النقطه ديت عرضها كام عرضها الطول ده كله اللي هو كام 18 تقوم ماشي من هنا كده 18 بعد كده تقوم مقفل خط راسي تمام بعد كده تعالى على النقطه دي انا يعني قلت طلعت النقطه 1 2 النقطه اللي بعدها النقطه الثالثه دي النقطة اللي هي بتكافئها النقطه دي تعال شوف كده سقطت تحت طلع لك ايه طلع لي الخط ده اللي هو طوله كام 18 برضه اقوم ماشي من هنا 18 تمام هتلاقي ان الخط ده لما توصل ده بده هتلاقي ده بيوازي ده تمام يلا كمل بعد كده بعد كده النقطة دي طلعلي ايه طلعلي هنا دي خط اهو وخط الناحية التانية اقوم جاي الخط ده اهو اللي هي الحتة دي ومن الناحية التانية وماشي كده اهوت الناحية التانية ومراجع الحتة دي كده اهوت اهو اللي هي الحتة دي زي الحتة دي أهو أهو يعني دي قد دي اللي هي الحتة دي كدة اهو تمام بعد كدة اقوم ماشي المسافة دي أكمل دي كدة نظبطها أكمل دي كدة اهو على نفس إستقامة دي كدة اهو تمام يبقى دي اللي هي دي ودي اللي هي دي تمام تمام بعد كده بعد كده اقوم ماشي المسافه دي كلها اللي هو ايه النقطه دي اهي هتاخد المسافه دي كلها اهي اللي هي كام 28 اعمله كام 28 يبقى إيه تطلع كده اهوت يعني لو جيت من هنا كده تقفله كده اهو قفلنا الجسم بتاعنا فاضل ايه فاضل النقطه دي والنقطه دي اللي هي النقطه دي والنقطه دي تعوصل دي بدي اهو لان النقطه دي اسقطها تحت ايه الخط ده والنقطه دي اسقطها الخط ده او اللي طوله كام 28 اقوم مادد دي كده اهو واقوم مادد دي كده اهو تمام تمام طيب الخط ده اهو اقوم مسحه لانه مش موجود لما ابص من هنا لما اجي ابص من هنا الخط ده ايه مش موجود اهو ده كده فراغ فيفضل ماشي فراغ طيب عايز اعمل ايه بقى عايز اعمل الاليبس الثاني ده هيبقى باين هنا اهوت اليبس كمان اقوم النقطه دي المسافه ما بينها ما بين الإلبس الاول اللي هو الإلبس ده الحته من هنا لان هو هو الاسطوانه دي ومن هنا لان هو هو الاسطوانه دي فاذا انا عايز المسافه بينهم هي الايه ال 28 اقوم واقف من السنتر ده رايح كده 28 وجايب نقطه جديده واقوم واقف بالبرجل فاتح نفس الفتحه دي واقوم اللي هي من اول هنا لحد هنا واقوم عامل الكيرف بتاعي زي هنا كده اهو تمام طيب بعد كده النقطه دي هينزل منها خط كده اهو لتحت تمام اللي هو تلات كل نقطه النقطه دي طلع منها دي واحد اثنين ثلاثه تمام كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للحاجات ليه... آه... الحاجات الظاهره معايا طب في حاجات تانية مختفيه زي ايه؟ لو قلنا الالبس ده وانت بتبص لفوق شفت دايره هتبقى هنا هو إليبس عايز اجيب السنتر بتاعها السنتر بتاعها هو اعمل لك سنتر لاين اهو في النص هتقوم قاسم ده نصين اهو تمام بعد كده بيقول لك السنتر ده مش محدده لك. مش محددولك. لك هو محدده لك فين فوق اهوت على بعد 35 على بعد 35 هتيجي واقف هنا هوت. طبعا تعمل سنتر لاين بالجسم ده كله تاخد من هنا كده لحد هنا اهوت من هنا لحد 35 تيجي عامل سنتر لاين تاني كده وعليه تيجي عامل ايه المعين بتاعك هنا اهوت نص القطر هيبقى 3 تاخد 3 يمين و شمال و3 فوق و تحت وتيجي عامل المعين بتاعك هيطلع لك في الاخر ان هو اسطوانه عامله بالشكل ده كده هون. تمام طيب فين الداش بتاعها فوق بص كده الدايره ديت اسطوانه بتاعتك بص ادي داش ليه اهو طب فين الداش التاني الداش التاني جه على نفس الخط ده هوت فاذا ايه الخط ده هوت اللي بان والداش بتاعه ما بانش تمام طيب فاضل اخر جزء اللي هو ده الفتحه دي الفتحه ديت عباره عن لما ابص من فوق لما ابص من فوق هنا هوت اشوف ايه اشوف في تفريغ هنا اهو طيب التفريغ ده هو عرضه قد ايه من تحت عرضه من تحت اللي هي 18 ناقص 8 اللي هي بتساوي 10 يبقى الحته دي 10 ودي 10 اقوم جاي كده 10 الحته دي 5 والحته دي 5 اقوم جاي كده اهوت 5 معلم وجاي كده 5 بعد كده اقوم ماشي كده اهوت واقوم ماشي كده اهو طب الخطوط ديت عامله ازاي الخطوط دي موازيه للخط ده لانه سطح واحد مايل اهو تمام هدخل قد ايه بقى هدخل قد ايه هتدخل المسافه دي اللي هي 10 لجوه طب اجيب العشرة دي ازاي بص كده لما تنزل الخناطه دي هتنزل تحت كده اهو وهتنزل تحت كده هي المسافه ايه المسافه أفقية يعني ما تقوليش ما تقيسش دي كده عشرة وتقولي هي العشرة دي لا ده انت بتقيس منين من النقطة دي اللي هو ده خط مايل مش مايل بزاوية تلاتين لا ده مايل بميل هو مش معلوم وانت ماشي انت ماشي المقاس على الخط اللي هو مايل بزاوية تلاتين اهو اللي هو المسافة دي تمام فإذا أنت نزلت من هنا ونزلت من هنا هتقوم جاي كده هو المساحة ده طبعا ده مش موجود معايا وده مش موجود عشان لما أبص من فوق لما أبص من فوق مش هلاقيه تمام هتقوم ماشي كده هو خط مايل بزاوية كام بزاوية تلاتين وطوله كام عشرة وليكن دخل لحد هنا كده هتقوم موصل ده طالع رأسي وتوصل ده كده وتمد ده لحد ما يقطعوا بعض اول ما يقطعوا بعض يبقى كده خلاص يبقى ده بعد كده تيجي اخد خط مايل بزاويه 30 وموازي لنا اهو والنقطه دي اهي طلع منها دي واحد اتنين والتالت هيبقى طالع كده اهو يبقى انا كده ايه استنتجت إيه المجرة بتاعتي تعالى اتاكد من شغلك لما تيجي تبص من هنا هتشوف السطح ده ايه اهو بص تاني سطح اللي هو بي اهو بعد كده لما تيجي آه بعد كده هتشوف الداش ده السطح ده اللي هو الداش ده بعد كده الاسطوانه ليها داش اهو وداش اهو بعد كده الدايره دي اهي لما تيجي تبص من فوق هتشوف ايه هتشوف دي مستطيل ده اهو ودي مستطيل الشكل ده كده اهوت اهو والدايره اهي والاسطوانه هتبان من فوق او النص آه الفتحه اللي لها نص دايره اهي بان لي اسطوانه اهي بالشكل ده بعد كده الحرف اليو ده هو اهو وفي فتحة ايه? يبقى كده استنتجنا ايه استنتجنا الايزومتريك بكل سهولة تمام اتمنى الفكرة تعجبكم وان شاء الله في الدرس القادم ناخد فكرة آه ناخد رسمة فيها فكرة جديدة اشوفكم على خير بإذن الله شكرا لكم السلام عليكم